كما ننشغل بالجدل حول المرأة وتعليمها، وفي الوقت الذي يتخوف فيه البعض من أن يعرف الناس اسم والدته أو أخته، ننظر باستغراب للعالم المحيط بنا عربيا وعالميا، بإعلانات عن أول وزيرة وأول رئيسة بلدية، وتنهال أسماء النساء تسبقها المناصب بأول وثاني وثالث، لكن الحقيقة أن لدينا النساء السعوديات يفقن غيرهن ثقافة وتعليم، فقط ينتظرن الثقة والدعم. في واشنطن وعلى بعد آلاف الأميال نجد من نفخر بهن كالدكتورة موضي بنت عبدالله الخلف، صاحبة الشخصية القيادية والتي تتصف بالذكاء منذ الطفولة، تتسلم منصب مديرة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول أنثى ترأس هذا المنصب وتحظى بثقة ودعم الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى الذي سلمها الخيط والمخيط في كل ما يتعلق بالشأن الثقافي والاجتماعي. أعتقد الإجابة على سؤالك تحديدا أن وجود مرأة أيا كانت موضي الخلف أو غيرها في الشؤون الاجتماعية ضروري جدا، نظرا لما تتعرض له الطالبات تحديدا من مشاكل اجتماعية خاصة قد تتحرج في مشاركتها مع رجل. قد أنجزت الدكتورة الخلف الكثير في حياتها، ابتداء من كلية التربية جامعة الأميرة نورة قسم اللغة الإنجليزية، حيث شغلت مناصب عدة من معيدة إلى محاضرة إلى أستاذة مساعدة. أيضا كتبت في جريدة عرب نيوز السعودية، وهي الآن رئيسة تحرير جريدة المبتعث، وصولا إلى منصبها الحالي مساعد الملحق الثقافي للشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية بأمريكا. وهناك وسط العالم الغربي الذي تقشعر أبدان البعض حين سماعه، تحتفظ الدكتورة موضي بحجابها وتعمل بنشاط لا يكل ولا يمل، معتزة بثقافتها وتراثها ودينها.